ليه مهم تكون غبي وعندك لا مبالاه؟ الفيديو ده دفاعا لغبائنا. بكل بساطه انا امنيه، خلينا معترفين اننا لو ما كناش اغبياء او بمعنى اصح نجهل بمعلومه ما، ما كناش هنعرف نعمل حاجه. يعني غبائنا هو اللي بيخلينا متطورين، عشان الانسان بطبيعته لما بيلاقي حاجه ملهاش حل بيخترع لها حل. فعشان كده نسبه الغباء جوه كل واحد فينا مهمه. يعني خلونا نتخيل كده لو كلنا اذكياء قوي في كل حاجة، الحياة هتكون مملة. شيء مش منطقي خالص اننا نتولد واحنا عارفين كل حاجة. نخش في الموضوع على طول. ليه اللامبالاة مهمة؟ خلينا برضو متفقين اننا لو ما عندناش لامبالاة كنا تسوحنا. تخيل انك بتهتم بكل حاجة حواليك، ومش تخيل، هو في ناس فعليا بيعملوا كده. طب نتكلم بالعلم شوية ونخش في الموضوع. اهمية الغباء لدى الانسان. في جريدة سيل ساينس كانت عاملة مقال عن أهمية الغباء في البحث العلمي، وبتشرح الأهمية من خلال العلماء وناس شاطرة في مجالها عن قد إيه هم كانوا شاطرين بس في حاجات جهلوا بيها، وبتشرح إن لولا الجهل ده ما كانش هيبقى عندهم حب استطلاع ويتعلموا. فبيقولوا منهم شخص بيحكي قصة واحدة يعرفها وكانت بتدرس معاه علوم عليا، فالبنت دي قابلها بعد فترة من الزمن واكتشف إنها سابت دراستها العليا ودخلت جامعة حقوق هارفرد الغلابة. فقال لها هي حقوق دي بتأكل عيش وبتاع؟ هوبا البنت طلعت واحدة من أكبر المحامين، محامية أولى في منظمة كبيرة حسب ونسب وليه علاقة بالبيئة والكلام ده. فسألها حد يسيب العلوم العليا ويخش حقوق هارفرد الغلابة؟ قالت له ما سلكتش في العالم. المهم هي فعلا قالت له حست بغباء، إنها غبية كل يوم لما بتصحى من النوم، وقالت إن قارة العالم ده مش قارها، أنا هتعلم حاجة تانية. الواد ده بقى دماغه فضلت تودي وتجيب قد ايه هو كان مبهور بيها زمان، وكان هيتجوزها في شقه سوبر لوكس، وقال ما انا برضو لولا غبائي والشعور ده ما كنتش هكمل في التعليم، وحس ان شعور الغباء هو ده المفروض. استرجع ذكريات الطفوله لحب للعلوم والحاجات دي كلها، وافتكر انه ايام الدراسات العليا لما راح سال هنري توب، وهو كان توب فعلا كان واخد جائزه نوبل، ما كانش عنده اجابه للسؤال اللي ساله له، فبقى الحوار مشكله بحثيه جديده، ازاي ما تعرفش حل سؤالي يا هنري يا توب. خلاص الموضوع ده كله لقى نفسه عنده إجابة. ليه نعلم الطلاب الأسئلة اللي ليها أجوبة وما نعلمهمش يغيبوا ويلاقوا الأجوبة بنفسهم هما؟ ليه نبقى مؤديين وما نبقاش أغبياء منتجين؟ دي الفكرة اللي توصل ليها المقال، أهمية الغباء في البحث العلمي. ليه أجاوب صح وأنا ممكن أستكشف واتغابة ولاقي حاجة جديدة برضو صح؟ الغباء كان مهم في الحالة دي، كلما تعمقنا في المجهول زادت احتمالية تحقيق اكتشافات جديدة. كلام كبير قوي، انا ما بحبش ادخل في مواضيع اكبر من دماغي. ولو حسيت ان الكلام اي كلام افتكر اديسون. والله اللي يقال انه اطرد من مدرسته بسبب غبائه هو مخترع المصباح الكهربائي، بس ده مش معناه نحب جهلنا برضو، وهتفهموا رسالتي اخر الفيديو. طب ما اهمية اللامبالاة للانسان البشري؟ اسمه الانسان البشري. في كتاب فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون، في الفصل الاول كان بيقول ان فكرة الاهتمام بكل حاجة بشكل اكتر من اللازم مش حلو، لكن فكرة وضع الحاجات والمهام في مكانها المناسب ده اللي مهم. فكروا كده كل يوم بتنهدوا في نفس المشاكل اللي من ساعة ما اتولدتوا عايشين فيها، واهتمام بأدق التفاصيل، وقال ايه مفكرين ان الكمال موجود، ودي فكرة هنعمل عنها فيديو تاني، وان اللامبالاة هتيجي لما كل حاجة هتكون زي الفل. احنا بنتعب وبنحاول كتير الحياة تظبط، بس في حال ان كل الطرق تؤدي الى نفس المناهدة يبقى لازم نتعلم ان لا نبالي، بس نستخدم الصفة دي بطريقة صحية. يعني معلش مش هروح اطبق اللامبالاة على مستقبلي، انا كده بقتل نفسي مش بريح دماغي. تاني فكرة، وهي ان طول حياتنا هنقابل تحديات جديدة، ففكرة اننا نبالي بكل حاجة صداع. والله. والكتاب كان برضو بيحكي عن اننا نشوف اللي بنحارب عشانه، يعني دايما قبل ما تحطوا جهدكم في اي تحدي اعرفوا هو ده فعلا مهم ولا انا بهدر طاقتي في وهم. وبرضو مش صح تشوفوا كل حاجة بمبي، عشان ده هيعميكم من المشاكل. فكروا كده كم مرة كنتوا بتتمشوا مع حد بتحبوه وما حسيتوش بوجع رجلكم، بخلاف المرة اللي بننزل نشتري فيها طلبات او نخلص ورق حكومي بنحس بكل حاجة تعبانة. فزي ما بنقدر نلامبالاة مع حاجات معينة برضو هنقدر نعملها في حاجات تانية. الفيديو ده مش بقول لكم فيه ازاي ما تكونوش اغبياء او اقول لكم ازاي تبقى عندكم لامبالاة. رسالتي من الفيديو ده لو انت متضايق من لامبالاتك لحياتك فمحتاج ترجع تشوف انت مشغل البرنامج على انهي مود، مود اللامبالاة من الحاجات المهمة ولا اللامبالاة الصحية من الحاجات اللي فعلا محتاجة لامبالاة، وما تحسبش نفسك محاسبة قوية.
لما تحس انك عاجز في حل حاجة وتقول انا غبي، غبائك هو اللي هيخليك احسن. عرفت تحل مشكلة لما تواجهها. في حاجات فينا كبشر لو مش موجودة مش هنعرف نعيش طبيعي. اعرف عن نفسك اكتر، ولما تواجهك مشكلة دور على الحل وفكر وبس كده. شكرا للدكتور طارق عبد الباسط اللي الهمنا بفكرة فيديو النهاردة. ابن خالتي، انا عارفة ان الموضوع جديد بس انا حابة اتكلم في موضوع كده، وشاركوني وجهة نظركم. خلونا نرغي ونفكر شوية في حاجات قريبة وبعيدة، عشان حتى لو متحركناش من مكاننا نحرك دماغنا شوية. وبقولولي حابين نرغي في ايه في الفيديوهات الجاية من سلسلة رغي ومناقشات. ولو عجبكم الفيديو منشن للشخص اللي كلتوا دماغه بتفكيركوا واسئلتكوا، وخليه يسمع رغي في حتة تانية. ونتوقع مشاكل ونتوقع حاجات مش معروفة، عشان حاسة في رغي واسئلة كتير حابين نفضفض عنها. وبس كده، لو عجبكم الفيديو لايك وتابعوني. بحبكم قوي.